خليل، 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 خليل. تفضل طلال بيك. أخيرا خلصت. شوفي بالأخير كيف طلعت. حلوة كتير، بتاخد العقل والله. هدول العصافير يلي بتحبيهم. خدي، هاي عملتها إلك. عن جد طلال بيك؟ شكرا كتير لإلك عن جد. كأنه نزعتها ما؟ لا تتضايقي. برأيي هيك صارت أحلى. يعني أنت ما عصبت مني؟ أكيد لا، تركتي علامة عليها، كل ما شفتيها رح تتذكري هاللحظة قديش حلوة. زهراء، زهراء، إذا بتحبي بستناكي. كيف رح ترجعي من هون؟ لأنه بهالمكان ما في سير أختي. ما في داعي أخي، فيك تروح. زينب بنتي وينك انتي؟ بنتي زينب وين انتي يا روحي؟ دوري على بنتك بلكي بتلاقيها. ما في حدا هون؟ زينب بنتي أنا استقتلك كتير، وينك أنتي؟ تتعذبي أكثر. زينب حبيبتي. عمي خليل استنى شوي. خير، شو صاير معك؟ شفت أمي يا عمي؟ لا، ليش مو بالبيت؟ لا خليل، دورت عليها بكل مكان بالبيت بس ما لقيتها، الله أعلم وين راحت. لك يا ريت ما رديت عليكي، كانت هلأ بالمصح. لا حول الله، يمكن راحت تتمشى عند المسبح، دوروا هنيك، رح جرب اتصل فيها. تمام، تمام بنتي، تمام. زينب بنتي يا روحي، زينب افتحي لي، ما في حدا هون.
تعال. لو تعرفي قديش اشتقت لك يا بنتي حبيبتي زينب. أمي ساعديني، أمي اتركوني، أمي بترجاكي ساعديني، أمي أنا بحاجتك، بترجاكي أمي لا تتركيني. اتركوا بنتي، اتركوا بنتي يا روحي، انتي مستحيل بقى اتركك. بترجاكي ساعديني، افتحوني الباب، افتحي الباب يا زينب، خليني ساعدك يا روحي، افتحي. أمي ساعديني زينب. ألو أمي، أمي أنا كم مرة دقيت لك ليش ما عم تردي علي؟ قليلي. ألو أمي قليلي وينك أنتي مشان إجي وأخذك. أنا بدي لاقي بنتي زينب، أختك هلأ بحاجتي يا بنتي، لازم ساعدها، هي هلأ بحاجتي. لك شو هالحكي اللي عم تقولي؟ قليلي وينك هلأ مشان إجي وأخذك فورا. مستحيل، ما راح اتخلى عنها زهراء، هاي المرة ما راح اتخلى عن بنتي زينب، ما راح اتركها بعد ما لقيتها. امي، الو امي، يا الله ليش هيك عم تعملي امي؟ لا هيك ما راح يمشي الحال. سيرين خانم بدك الحق؟ ما في داعي، خليها عم تدور على زينب. زهراء لوين رايحة؟ طلال بيك رايحة على الشرطة، أمي مانا بالبيت. روقي روقي، ما في داعي انك تخافي. طلال بيك هلا حكيت مع امي على الموبايل، بس ما كانت تقلي هي وين، قال اختي زينب بحاجه لمساعدتها. انا كثير خايفه انه يصير مع امي شيء. انت لازم تكوني اقوى من هيك، لا تخافي، امك رح تكون بخير. منروح سوا على قسم الشرطه. ها يلا تعالي. باسل، اللي حكيت اليوم مع سيرين؟ لا بابا ما حكيت. بس تحكي معها لا تنسى الشروط اللي قلت لك عنهم. بابا أنا رح قلها هدول الشروط، بس ما بعرف كيف رح توافق عليهم. بالأخير نحن يلي بحاجتها وبدنا نقدم تنازلات مشان نكمل سوا هالمشروع. ابني
بعرف انه نحن هلأ بورطة، بس ما بدنا نبين ضعاف قدامك كل هالقد. لا بابا لا تخاف، ان شاء الله رح توافق، مو مشكلة. أبي بعد كل هالخطط رح ننجح ونمشي مع الأنسة سيرين بطريقة تفيد واستفيد. اسمعوا يا شباب، هالمرة نحن ما لازم نغلط أبدا، لأنه هي آخر فرصة لإلنا. هدي بالك ولا تخاف ولا تاكل هم فرات بيك، هالمرة الأمور أكيد بخير. تمام، واثق فيكم، أنا هلأ رايح على الشركة، يلا بشوفكم. تمام. لبين ما أيلولة تحاكي بنتها أنا رح أتصل مع باسل. أبداً ما بيتركها لحالة، فوراً بيروح ليساعد حبيبته. ألو؟ ألو؟ مرحبا باسل، كيفك؟ وين أنت؟ منيح، باليخت عم بشتغل. أنا هلأ حكيت مع العم مفيد، نحن عنا شروط محددة، إذا كان بدك، يعني إذا أنت فاضي، رح أجيك ومنحكي فيه. إيه مو مشكلة. الأنسة سيرين؟ إيه. إيه تمام لكان، أنا رح أهرب. الله يعطيك العافية. شو قلت؟ لوين رايح؟ عنا كتير شغل. بصراحة حاسس إنه سيرين ما بتجي كرمال الشغل لهون. يعني أخي باسل، من الأفضل إذا بترككم لحالكم. يا الله دخيلة. أخي نحن شو رح نعمل؟ أنا بخاف ضل لحال. أخي أنا كنت عم أفكر كرمال مصلحتك، البنت حلوة وإنت وزهراء ما في شي بيناتكن، لهيك فكرت فيك. بس أنا وزهراء لسه بيقلي زهراء، فهمني إنتو شو أعداء ولا حبيبين؟ إنتو شو؟ على كل حال لا تفكر، أنا وسيرين مجرد شركاء بالعمل مو أكتر من هيك. والله إنت أدرى. أنا رايح هلأ، عن إذنك أخي. الله معك. هات كل شيء عندك؟ ايه تمام. هلأ رح اكتب كل البيانات عندي. ما في مشكلة يا خالي. ما بدي منك تقلق. حسب المعلومات بنتك ميتة. لا بنتي ما ماتت، بس الكل هيك قال لي، اتصلت فيني، في حدا خطف بنتي، بترجاكم لاقوا لي اياها. يا خالي كيف بدنا نلاقي شخص ميت؟ طيب ليكون في حدا عم يمزح معي. عم بقول ما ماتت، انتو ليش ما بدكم تصدقوني؟ ماشي يا خالي، مصدق شو عم تقولي. هلا بقدم لك شكوى، اعطيني موبايلك. إليلي، عائلتك بتعرف انك عنا؟ ماشي، رح نتصل فيهم مشان ياخذوكي. الو؟ يلا جاي. خالي استنيني هون. جاي معك. انتي بس طولي بالك، لا تخافي رح نلاقيها. قدرتوا تعرفوا اي خبر عن امي؟ ايه في معلومات جديده وصلتنا. ايه هي وين هلا؟ عم تقول بنتها زينب المتوفيه لسه عايشه، وانه في حدا خاطفها كمان. امك كانت بقسم تاني غير هذا القسم. باي قسم كانت؟ فورا منروح نجيبها. مع الاسف امك قدرت تهرب من قسم الشرطه. ما بدنا نأخر حضراتكم أكثر من هيك، نحن بلشنا ندور عليها، وأي شيء بصير معنا منخبركم فورا. طيب شكرا كثير. شرفتونا. يلا زهراء خلينا نروح على البيت، يمكن أمك تكون رجعت. يلا. من الأول مبين إنه هالصفقة منيحة، خلينا نحتفل. سيرين بصراحة فكرة حلوة، بس أنا نعسان وتعبان كل النهار عم بشتغل، يعني بدي روح على البيت وارتاح. تمام
مو مشكلة، لسه الأيام جاية قدامنا. إيه؟ الشرطة عم يدوروا عليها، لهيك مو طالع بإيدنا شيء إلا نستنى. ما فهمت شو يعني؟ بفهم منك إنه بدك يعني نضل قاعدين وعم نستنى؟ بلكي صار لأمي شيء وقتها منكون نحن قاعدين عم نستنى؟ عائشة طولي بالك، إن شاء الله ما رح يصير. حبيبتي خلاص، لا بقى تبكي، لا تخافي، رح يلاقوا أمنا أكيد. كيف يعني راحت على قسم الشرطة وقالت لهم بنتي مخطوفة؟ أكيد أمك ما ضل فيها عقل. لا، تركت ولادها العايشين وراكدة ورا بنتها الميتة من زمان. يا ترى بسبب مين صار هيك؟ عفوا خليل، قلت شي؟ لا، يعني كنا رح نحطها بالمصح بس بالأخير ما خلونا. اسمعني خليل، زهراء متضايقة كتير على أمها، ما بدي إياك تزعجها وتفتح الموضوع. أكيد طلال بيك. زهراء يلا خلينا نروح، لازم ترتاحي، تعبتي كتير. شكراً لك حبيبتي، أمي رح ترجع، لا تخافي ولا بقى تبكي بنوب، ترجاكي لا تزعلي، رح نلاقيها. اهدي يا روحي، طولي بالك، اهدي روقي. طلال ابني، اني لقيتوها لأيلول؟ للأسف يا أمي لهلأ ما لقيناها، بس خبرنا الشرطة وعم بيدوروا عليها. إن شاء الله يلاقوها بأقرب وقت وما يكون صاير معها شي. حاولت ما بين قدام زهراء، بس بصراحة أنا آكل همها كتير. ابني بصراحة أنا أجيت لأحكي معك بموضوع تاني. خير يا أمي، قليلي صاير شي؟ قلي يا ابني، لأمتى أنت بدك تضلك هيك عايش؟ لازم تتزوج وتعمل عيلة. يعني بدك يعني اتزوج؟ أمي عم تحكي عن جد؟ ايه ابني أكيد عن جد. معقول لك أنا تعيش بقية حياتك وأنت هيك وحيد؟ بعدين أنا بدي حفيد يحمل اسم العيلة. أمي في باسل ما بيكفي؟ حفيد واحد لعيلة جيماي الكبيرة ما بيكفي، بزوجك بنت حلوة ومرباية وتكون محترمة وتناسب عيلتنا. اللي ابني ما في شي وحدة بقلبك؟ شو صاير؟ ليش واقفة لحالك؟ قصدي ما منقدر نعمل شي. باسل خلاص، هلأ حدا بيشوفنا، صدقني ماني قدرانة واجه حدا. آسف، أنا برأيي روحي وارتاحي، يعني أكيد الخالي أيلول رح ترجع على البيت، بعدين ما في شي نعمله.
ماشي زهرة، بحبك كثير. وأنا كمان بحبك. أحلام سعيدة. وإلك كمان. تصبحي على خير. وينك؟ وينك؟ يا الله حبيبتي زينب، لا تواخذيني تأخرت عليكي، مو مشكلة. حكيت مع البنات مشان نلتقي، ما بدك تروحي؟ رح روح. زينب بنتي، انا امك، انا امك ايلول زينب. شوفي عفوا، انت مشبهتيني بشي حدا؟ امي ماتت من 5 سنين. شو عم بصير معها؟ شكلها مجنونه. تعال يلا. زهراء، زهراء، We'll be right back.
زهراء، زهراء قولي لي انت شو عم تعملي هون تحت المطر؟ امي، امي ما اجت لهلا. فينا نقلع هالفدان. آخ يا زهراء، آخ زهراء. زهراء، 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 يعني هلا إذا مرضتي رح تجي أمك؟ يلا قومي وبدلي ثيابك ورح اعمل لك شي سخن تشربيه. زهراء، انت منيحة؟ ايه انا منيحة.